شارع إدجوارد رود في لندن، مقصد العرب من سياح ومقيمين. لكن وقد أقبل شهر رمضان، فإن عادات زبائن هذا الشارع تتغير بعض الشيء. الناس هنا وإن كانوا بعيدين عن بلدانهم الأصلية، فإنهم يحاولون ألا يشعروا كذلك في هذا الشهر المتميز. محمد مواطن مصري يعمل في هذا المحل، همته في الأداء زادت، لكنه يرى أن ما يجري في بعض البلاد العربية له تداعيات هنا. والله الربيع العربي سد نفس الناس من الأكل. يعني احنا طول عمرنا نعرف ان الأكل ده حاجة الناس ما بتستغناش عنه، دلوقتي النسبة قلت خالص، واخد بالك؟ يعني ممكن نقوله مثلا المطاعم في حالة ريسيشن كويت، الأكل المفروض انه هياخد البنادم ويعمل في بيته بدأت تقل. دي ليه؟ الناس قلت، الناس اللي بدأت تيجي من تحت، الظروف الخاصة اللي في الربيع العربي اللي بيقولوا عليها واحنا احناش عارفين هو في ايه بالظبط. يعني عوامل كتير الناس اللي يكون في منها بصراحة. لا يشكو المسلمون في لندن سواء أكانوا زوارا أو مقيمين من أي نقص في المواد الاستهلاكية التي تعودوا عليها في بلدانهم، لكن ثمة ما يجعل الصوم هنا مختلفا بعض الشيء. رمضان زين، أول شيء الجو بارد والناس مسلمين صايمين كل أبوهم، والحمد لله يعني ما في فرق، بس في فرق الأيام أطول شوي، ولكن الحمد لله اللي فيه إيمان وعندها إيمان الصوم ما يهمه. طول ساعات النهار صيفا قد يجعل الصوم في بلدان مثل بريطانيا صعبا على الكثيرين بالرغم من الطقس اللطيف، لكن مدة الصيام قد تهون أمام هول البعد عن الوطن والأهل. عبد الرحيم الفارسي، سكنوز عربية، لندن.